الكومنتات بتجري، فاصبر علي اصبر علي. هو انت مسحرتي اصلا، اول ما شفتك تصحى طلعت لايف قلت مش هنام. انا والله والله بص يا شروق، انت شو انت بتستهبل يا شروق؟ خش ذاكر وخش نام. مش شو انت بتستهبل يا شروق؟ خش ذاكر وخش نام. مش هحل لك ايه جو بجد، مش هزار. اليوم اللي مش بتطلع يا لهوي يا بنت يا بكره، الله يسترك. انت واعي ثانوية عامة؟ يا نهار اسود، خليك قاعدة كده. ياسمين، وانت ازيك ياسمين؟ ازيك يا بريدة؟ ايه اقوى خناقة عملتها مع واحدة؟ اقول لك، انا مرة اتخانقت، بس انت مش هتصدق، والله العظيم ما هتصدق، انا اتخانقت على سبب مش موجود في البشر. كنا رايحين ميتنج شغل، والميتنج ده مثلا يعني مثلا كانت ساعتين تلاتة مثلا سفر، ساعتين تلاتة اهو. فهي اتخانقت معايا عشان الدبانة اللي اتحبست في العربية واحنا مشغلين التكييف، والعربية والمشوار دايركت 3 ساعات، فازاي انت غيرت بيئة كائن حي؟ كائن حي اسمه ناموسة، انت ليه ازاي سبتها محبوسة جوه العربية لغاية ما توصل المحافظة انت هتتنقل لها؟ طب والله ما كنتش واخد بالي. لا انت غيرت بيئتها، انت عارف ان اهلها دلوقتي ممكن يكونوا بيدوروا عليها. انت بتقولي ايه؟ والله العظيم زعلت واتخانقت معاه. لا انا كنت بعرف متخلفين ولاد كلب، والله العظيم دي كانت بني ادمه مهمه في المجتمع. والله واتخانقت معاه. ما تفهمش بقى انا المتخلف ولا لا اللي بنت كلاب، معرفش والله معرفش. بتخانق معايا اصلا عشان الناموسه؟ انا قفلت عليه، ومش قصدي يعني، انا مش هركز في الناموسه وشباك او سايب الطريق. ايه يا رب تقبلني. الله العظيم يا ربنا ياخدني يا عم. فين نيلاي نايلاي؟ الله العظيم يا ربنا ياخدني يا عم. فين نيلاي نايلاي؟ يا لا يا بنت انت كده ازيك يا نيل؟ لا ما كنتش بقولها ازيك يا ليلا. لولا مش الصوت يا جو. اتكلمنا على لغة الجسد، حاضر اكلمك عليها. طب بقول لك ازيك يا بنت يا قريدي؟ ازيك يا بنت يا قريدي؟ اتكلمنا على لغة الجسد، حاضر اكلمك عليها. طب بقول لك ازيك يا بنت يا قريدي؟ ازيك يا بنت يا قريدي؟ قول لي نصيحة، انا تعبان نفسيا يعني، وكل حاجة بتروح مني. اقول لك حاجة عظمة قوي، النت فصل. الله العظيم النت فصل. اول ما قلت اقول لك حاجة مهمة النت فصل. بص لو انت حزين والدنيا بتقع معاك النت فصل. يا رب يا رب. استنى 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 استنى. انا احلامي ايه؟ طب انا حلمي اكون عالم فيزياء بتهدي في احلامي ليه؟ ان شاء الله تبقى عالم فيزياء. ذكا لولا، شو انا حزينه اسمي ايه؟ مارجوانا ماريولا مايو ماي واي مايارولا، ده صيني اسمك مايرولا. ذكي يا مايرولا. انا عارف الكاميرا. معلش ربنا يصلح الحال. جو يلمنا زعلانه، يؤنا زعلانه، هي يؤنا كلهم زعلانه ليه مني؟ يؤنا البس النضاره يؤنا. الرساله هي المسج الكومنت اهو، انا حزين وبقع كل يوم وفاشل مش عارف ايه. قول الرساله. هقول لك على حاجه مهمه قوي قوي، محدش هيحبك وانت بتتهان، ومحدش هيحبك وانت مش ناجح، ومحدش هيحبك وانت ما بتعملش انجاز في حياتك. والله العظيم كانوا بجد. بص من ابو اخر كده، لم نفسك ولم مصالحك وقف على رجلك وبطل دور الضحيه، لان انت الوحيد اللي هتشيل همه. هات اخر ما عندك وانجح. هتتهان هتتهان هتتهان، انجح. الناس بتحب الناجح، مش هتحب الفاشل، مش هتحب اللي بيعيش دور الضحيه. صاحبي ما تعيش دور الضحيه، صاحبي ما تعيش دور الضحية. دور الضحية ده مش لينا. أنا بحبك، أو والله بحبك. أيوة أقوى خناقة اتخانقت، أنا اتخانقت مرة مع كلاب. مرة وأنا رايح النادي. كنت عايز كده صغنطوط عامل زي كولمان، والله العظيم كنت عامل شبه كولمان. وبمشي. فكنت رايح النادي، ففي واحدة في النادي خايفة من الكلاب، أنا كنت خايف أكتر منها. يعني أوعى تفتكر إن أنا كنت حمش، لا. اقسم بالله لا.
وانا حمش كده وفخم وضخم، وهي داخله النادي وانا داخل وراها، فقالت لي ممكن تشيل الكلاب دي. هو كان كلب واحد يتيم بلدي مصري، فانا بعمل هش وخايف الواد ايه الكلب يكون سخنان عليا، والله العظيم. فعملت له هش، الكلب جري الحمد لله، الكلب جري يا اسطى، وانا كنت فخم وضخم اقسم بالله. وانا طالع لقيته واقف هو واصحابه واقفين قدام البوابه، ولفيت من النادي، لفيت ومشيت من البوابه الرئيسيه، لقيتهم كلهم واقفين مستنيني. هنعمل بالعظم امك بفتيك والله. الحمد لله غيرت الخطه. لا يا عم، مفيش اندومي اكل ايه؟ اوه دي خطه صعبه قوي يا بنت يا فاطمه. ننزل نجيب اندومي، قول لنودي تاخد دواء السكر. حاضر يا جنى. كلمت واحد ده واحد واحدة 4 أيام وقالت لي أنا اتعلقت بيكي وبحبك. إيه ده بيكي دنيا؟ لا إله إلا الله. كان واحد أكيد، واحد مش واحدة أكيد، نعتبر إن هو واحد. رد رد 4 أيام وقال لك أنا معجب بيكي وبتاع. لا ده غلط، ده غلط، ده كده بيشوف بيكي واحدة مدفونة، واحدة مدفونة يعني هو دفن فيه. اصل بص، في حاجه اسمها الحب من اول نظره، ده الكلام ده هري هري جدا، هري قوي قوي. مش حاجه اسمها حب من اول نظره يا ابن الغبي يا ابن البغوف. مفيش ياض والله، انا لو في اقول لك، ما انا هقول لك. لا ده بيبقى في ناس مدفونه جواك، هتكون بقى قريبتك. اه كنت بتحب قريبتك ومعرفش طولها، المدرسه بتاعتك. اه المدرسه بتاعتك، كان عندي مدرسه اسمها مس رضا. ايه اللي انا بعمله ده على اللايف؟ الله يخرب بيتي. يا رب ما كنتش حد يسجل 450 فيهم ولاد، والله هتلاقيه مسجل. يا ريت ما حدش يفتكر الاسم. قول لي يا دور. حاضر حاضر، هتلاقيه مسجل. يا ريت ما حدش يفتكر الاسم. قول لي يا دور. حاضر حاضر حاضر. ازيك يا بت يا بوش بوش؟ جو انت فاتح من امتى؟ والله يا ولادي لسه فاتح. تين 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 تين. تعمل ايه مع الشخص اللي دمر حياتك؟ تعمل ايه مع الشخص اللي دمر حياتك؟ بص انا عندي النت فاصل، ماشي، استنى سوف ياتي النت، سوف ياتي النت. يلا يا نت ارجع، نت ارجع. منور يا نجم حبيبي، ازيك يا محمد؟ اه النت ارجع، ازيك يا محمد حبيبي. بتعمل ايه مع الشخص اللي دمر حياتك؟ انا قلبي بيكلم عقلي دايما، انا راجل ذكي الحمد لله ومبهر دايما الحمد لله، فدايما اقول لا، ما هاخد القرار ان انا ابعد عن الناس دي. افطر 5 دقايق، افطر اقسم بالله هو النت رجع، ماشي قول نعتبره ان هو رجع. افطر 5 دقايق عليا الحرام. لا لا لا، ده انسان محترم، ما نعملش كده. لا لا لا، عارف مجدي شطه يا اسطى في الحته بتاعت، لا ده محترم جدا. ليه كده؟ ده محترم جدا. وارجع كلمها تاني، لسه طلعها دي، كلمها تاني. معلش 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 يا ابني، احنا عالم عرر. اه والله والله عرر الحمد لله. مش رضا، خلاص خلاص يا جماعه، يا ريتني سجلت، الحمد لله سجلت. خلاص يا اسطى، انا امي بتزعقلي على الاندومي. ليه الاندومي؟ مش عارف برضو يعني، قولا يحتمل الصواب والخطا. الاندومي ما بلاش اقول رايي، شكرا. والله بلاش، اصل هفتك في اغرق. ما هو واحده كانت مهندسه يا اسطى، قالت لي كده، قالت لي انا معاك بنسى ان انا مهندسه. قد ايه انا حقير. والله العظيم كانت تقول لي كده، انا كنت مسكر نفسي قوي. ايه ده ايه ده، وانا واطي قوي كده، ايه يعني، ايه دي يعني، انتوا ليفل اعلى مننا يا اسطى. ابعد على المهندسين، والله العظيم ابعد على المهندسين والدكاتره، الاتنين يخوفوا والله العظيم. فئات كده في المجتمع، ايه انتوا ذكيه قوي، انتوا ذكيه قوي يا اسطى. تلاقيهم واقفه جنبك كده وبتحسب جنبك وانت واقف كده. ها والله العظيم، يعني انا كنت واقف مع صديقه ليا دكتوره، كنا واقفين فالكاشير بيجمع وانا واقف ماسك 200 جنيه، وبيقول لي يا فندم كارت مش عارف ايه كذا كذا بكام، ودي راح تردها وانا واقف جنبها كذا كذا كذا، ودي راح تردها. فبيبص لي، معلش انا تعليم على قد ما عدتش تردها، وانا واقف جنبها كذا كذا كذا، ودي راح تردها. فبيبص لي، معلش انا تعليم على قد ما عدتش. فبيبص لي، معلش انا تعليم على قد ما عدتش على 4 ابتدائي. يا عيال فاهمة كل حاجة، يلا والله العظيم الجو بوم 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 بوم. ربنا ينتقم منهم،
عيال متعلمة كده، تحس ان هو متعلم. ازيك يا ابو حميد؟ يا ابني يا تيفا حبيبي يا تيفا.